بكيتي اليوم ربما يكون اخر اجتماع عالي، ما كانش اجتماع استثنائي. هذا الاجتماع غادي يكون كينصب اساسا على الترتيبات والترتيبات النهائيه، لان سمحنا في الحد العكسي ديال الاقصائيات المحليه ثم الاقصائيات الوطنيه. اذا كنرحبوا بالجميع، كنرحبوا بجميع الملصقين ديال الاحياء مدينه اسابيع والتنسيقيه المحليه كذلك للمواكبه والتطور، وكذلك لجميع مكونات هذا المشروع الذي اصبح يعني مكسبا لمدينه اسابيع. قبل ما غادي ندخلوا في بعض المسائل اللي هي تقنيه، يعني غادي نحاولوا نوضعوا نشوفوا شي مقرر اللي غادي يوضع لينا مسرح الشارع. حنا مفاهمين ان المسرح اللي غيتلعب في الشارع ماشي مشكل فيه، ولكن المشكل فيه كاين هو انك قلتوا بلي راه المسرح اللي غيتلعب في الشارع غيتهز غيتلعب في القاعه، فكنظن ان القاعه غيتلعب في القاعه. باقي حنا كنهضروا على دابا ديالنا، ولكن راه كاين مشكل. اشنو مشكل؟ العروض اللي في الحلقه راه ماشي هما العروض ديال القاعه. شتي ملي غادي صافي غادي يسالوا غيكون اي حاجه كتكون صافي. غنجاوب على الفاسيلات، غنجاوب على هذيك مساله اخرى اللي كتكون عندنا حنا. ديك المساله اللي كاينين شوف صايبينها. لان حنا دابا حنا دابا ملي غنختاروا شوف بلات لا سينا جا نوضح لك بلات بلات ديال الدراري دابا اللي كاينين راه ما عندهمش عروض ديال الحلقه، عندهم عروض ديال لاصق. الله يدير تما راسين ما كاين شكون اللي شكون بعدا كيقول شكون اللي مواظب عليه؟ ما بلاتي اننا نشوفوا شنو هو اللي غادي يقدر يولمنا هذه العروض المسرحيه انها تدوز في الساحه جميع المكونات ديالها الاساسيه اللي هي كيبغاتها جمعيه الدرامي. بدايه نقولوا بلي ان غادي نديروا تظاهره لمسرح الشارع اي حلقة كانوا يسمونها فعلا ان الاخوان وهذا سمحوا لي فيها خادمين على التقنيات اكيد على ان النص المسرحي تيجلب لي سي محمد الشارع المغربي بصفه عامه اللي غنختاروا بان مدينه اسفي في تنظيم هذه الدوره اللي غتكون الاحياء الى الدوره الثالثه، فهي نقطه يعني راه حتى يعني المشاكل اللي كاينه في اسفي كاين جميع المدن، والمشاكل كتجي من وسط من المجتمع. انا قلت بان عدد الفرق مثلا اللي كاينين غادي تشوفوا ان كل اعضاء الفرق اللي عندهم العروض المسرحيه يكونوا جالسين وسط من الجمهور، كما قلنا بان في الساحه ديال الساحه اللي غنكونوا فيها اللي غنكون فيها مسرح الاحياء غتكون دائريه على هذا الشكل، يعني غادي يكونوا عندنا الاعضاء ديال الفرق المسرحيه غيكونوا يعني جالسين وسط الجمهور وسط الناس، يعني غنكونوا جالسين مع الناس كاننا واحد وحدين من الناس، يعني بحال جايين نتفرجوا ما عارفينش اش كاين. في واحد اللحظه يعني غتكون واحد الدخله مثلا غاديين يخرجوا يعني الاعضاء ديال الفرق غاديين يخرجوا، نقدروا نقولوا حنايا عضو من كل فرقه، عضو من كل فرقه كانوا 15 فرقه ولا 13 فرقه هنا على عدد الفرق عدد الاعضاء، تيخرج مثلا من وسط الجمهور ويجي وسط من الساحه بواحد الجمله ولا بواحد الحوار شي حاجه من العمل ديالو، من بعد ما غيسالي غيقدم نفسه شكون هو.